تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الثلاثاء الجميل الهادي. دائما أقول ثلاثاء يوم وايد جميل لأنه بعيد عن زحمة الأحد وعن ربشة يوم الخميس. هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، يطلع عليكم في هذا اليوم الجميل البارد والأجواء العليلة والنسيم العالي اللي يشرح النفس من الصبح. طبعا برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. عندي اليوم في الإخراج أيمن سرحيل، زعلان مني اليوم لأني نسيت أسلم عليه الصبح. صباحك ورد يا أبو نوح. ومعايا في التنسيق نجاة، يعطيك الألف عافية يا نجاة، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. إن شاء الله نكون معاكم على مدى ساعة إذاعية تقريبا، ندردش فيها، ناخذ فيها ملاحظاتكم، آراءكم، شكر عندكم، رحتوا مكان لقيتوا خدمة جميلة، اتصلوا أو طرشوا مسج وقدموا شكر. ترى الشكر وايد يساعد في نشر الطاقة الإيجابية. عندكم ملاحظات، عندكم اقتراحات، تعالوا دكتورة ندى دائما تقول على موضوع الاقتراحات، رحتوا أي مكان قدموا الاقتراح يا جماعة قبل ما يتحول إلى شكوى. لقيتوا خدمة جيدة لكن يبغى لها تحسين، قدموا الاقتراح. كيف نقدم الاقتراح دكتورة ندى؟ يا أن تقدموا من خلال برنامج صحة وسعادة، يا أن في نفس المكان العيادة أو المستشفى اللي أنتم تابعين له تروحون على طول للإدارة وتقولوا والله أنا عندي اقتراح، أو تقدمون عن طريق نظام الاقتراحات الإلكترونية. ترى الاقتراحات وايد تسهم في تحسين الخدمات الصحية بشكل عام، مو بس خدمات صحية، كل الخدمات عن طريق الاقتراحات. فتواصلوا معنا عن طريق الهاتف على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. في بداية البرنامج نقرأ لكم الدراسة. الدراسة تقول، يا سلام شو الدراسة الجميلة، يقول دكتور توماس لوي أستاذ علم النفس، على أن التنفس بطريقة مد هي عد 4-7-11 أو 11-7-4 التي تعني استمرار عملية الشهيق 4-7-11 التي تعني استمرار عملية الشهيق 4 ثواني والزفير 7 ثواني تساعد على التخلص من الإجهاد. يفيد موقع فوكس دي بأن توماس لوي هو الدكتور أستاذ علم النفس هذا، يفيد بأن تجعلنا الحياة اليومية في حالة توتر، لكن بمساعدة خدعة بسيطة يمكننا تجنب هذا التوتر، ليس فقط بالاسترخاء ولكن بجعلها مفيدة للصحة. يقترح لوي تعلم طريقة بسيطة للتنفس هي كالتالي: يجب أن تستمر عملية الشهيق، الشهيق وأخذ النفس 4 ثواني، الزفير إخراج الهواء 7 ثواني مع تكرارها عدة مرات، لأن عملية التنفس هي القاسم المشترك لجميع طرق الاسترخاء، وهو يساعد كثيرا في حالات التوتر النفسي المزمن والقلق الحاد وحالات اضطراب النوم. يقول دكتور لوي: من المهم أن تكون مدة الزفير دائما أطول من مدة الشهيق، حيث أن مثل هذه التمارين يجب أن تتكرر خلال فترة طويلة، لذلك اقترح استمرارها لمدة 11 دقيقة لغالبية الناس، وأن استمرارها لمدة ربع ساعة اللي هو 15 دقيقة يؤدي إلى استرخاء الجميع تقريبا. أضاف البروفيسور لوي: هذه الطريقة في التنفس تستخدم في رياضة اليوغا أيضا، لأن ميزتها تكمن في سهولة استخدامها في حياتنا اليومية، لذلك يقترح تكرارها عدة مرات في اليوم للتخلص من التوتر النفسي. يعني الدكتور توماس لوي أستاذ علم النفس، هو أستاذ علم النفس الجسدي والعلاج النفسي، يقولنا إن خدعة بسيطة مثل تحسين عملية التنفس تساعد جدا في التقليل من التوتر والأمراض والقلق المزمن. وايد ناس الحين
تلاقي الناس، معظم الناس عندهم قلق مزمن، دائما انحاتي، انحاتي الزحمه، انحاتي مدارس العيال، انحاتي الواجب، انحاتي، دائما عندنا هالقلق. فبعض الناس ممكن يتحول هذا القلق الى قلق مزمن او مرضي بحيث انه يسيطر على حياتهم. لازم يا جماعه دائما ننتبه انه ما نسمح لشعور معين هو يسيطر علينا، مثل القلق، الخوف، والاكتئاب، هني راح يتحول الى مرض، لازم نحن نسيطر. واحدة من الحيل عشان انت تساعد نفسك انه ما تسيطر عليك الحالة النفسية، اسلوب التنفس هذا، مثل ما قال، هي 4-7-11. 4 الشهيق 4 ثواني هو اخذ النفس، زفير 7 ثواني، نكررها لمدة 11 دقيقة، من شيء يسمى 4-7-11، وإذا استمرت لمدة ربع ساعة فيقول إن الاسترخاء يعني الجميع يستفيد منه، يعني 11 دقيقة تشوف إن معظم الناس يهم التنفس هذا 4-7 لمدة 11 دقيقة يساعد على الاسترخاء عند معظم الناس، لكن 15 دقيقة كل الناس تسترخي. ما يخفى علينا مثل ما ذكرت الدراسة إن في اليوغا، اليوغا تعتمد كثير على عملية التنفس كالشهيق والزفير، ترى حتى الرياضة العادية اللي يمارسون الرياضة يلاحظون دائما المدرب اللي يمارسون الرياضة بطريقة صحيحة دائما شو يقول المدرب؟ ركز على التنفس. ليش؟ لأن عملية التنفس هي اللي تساعد على الاسترخاء رقم واحد، وأيضا تساعد في حرق الدهون، لأن الدهون لما تتكسر في الجسم فتتكسر إلى ماء وثاني أكسيد الكربون ويطلع عن طريق التنفس. فإحنا عشان نستفيد من الرياضة يجب أن نركز على عملية التنفس. زائد إذا ما حسنا تنفسنا أو ما ركزنا عليه أو ما تنفسنا بطريقة صحيحة أثناء أداء الرياضة، هذا يؤدي بعد هذا أن يكون عندنا آلام في العضلات، لأن الأكسجين لا يصل إلى العضلة بشكل سليم، نتعب بسرعة، وبالتالي ما نقدر نمارس النشاط الرياضي لفترة اللازمة عشان ينقص وزننا. فدائما لازم نركز على عملية التنفس في جميع حالاتنا. فهذه هي الدراسة اللي قلنا إياها دكتور توماس لوي، إن أهمية إن إحنا ما التغذية صارت جاهزة عشان ما أطول في الدراسة، أعطيها مجال أخصائية التغذية راح تكلمنا عن موضوع جميل هو الفوائد الصحية للأفوكادو. وايد ناس ما شاء الله تحب الافوكادو الا انا يمكن الوحيده اللي ما اكله. راح نشوف استاذه حصه يمكن تقنعني اليوم ان انا اكل افوكادو. صباحك ورد استاذه حصه احمد. صباح النور اختي دكتوره ندى وجميع مستمعينا الكرام. خبرينا تحبين الافوكادو؟ ما اعرف، احس طعمه شيء غريب، يمكن ما عرفت فوائده وايد او ما كلته بطريقه صح. خبرينا شو فوائد الافوكادو؟ ترى هذا هو الأفوكادو أصلاً، يعني نحن نحاول ندخله في مع الأكلات الثانية، إنه هي نفسها روحها يمكن وايدين ما بيتقبلون طعم الأفوكادو نفسه. إنزين بنتكلم اليوم عن ثمرة الأفوكادو. طبعاً هي ثمرة مميزة تتميز عن جميع الفواكه أنواع الفواكه الأخرى. يعني نحن الأفوكادو أصلاً في مجال التغذية ما نحسبها كفاكهة، نحسبها كثمرة من ضمن السعرات الحرارية تكون من الدهون. يعني نحن مقسمة في النظام الغذائي نحسبها كدهون مش كفاكهة. طبعاً ثمرة الأفوكادو اشتهرت أول شيء وين؟ في المكسيك. فنحن نشوف أن أكثر الأكلات المكسيكية فيها الأفوكادو، نفس التاكوز، الجواكامولي، وايد أشياء يدخلون فيها الأفوكادو لأنهم وايد موجودة بكثرة. يعني أكثر دولة تنتج الأفوكادو تقريباً نقولي تقريباً يمكن 2 مليون طن في السنة، يعني يوفرونها حوالين دول العالم. الأفوكادو في تقريبا 100 جرام من الأفوكادو يحتوي على تقريبا 160 سعرة حرارية، فهي تعتبر عالية جدا في السعرات الحرارية مقابل الفواكه الأخرى. وفيها جرامين من البروتين، 14.7 من الدهون، جرام من الدهون. فأيضا نشوف أن هي تحتوي على كمية عالية جدا من الدهون، ولكن هذه الدهون هي تكون صحية، هي الدهون الغير مشبعة اللي أصلا كل المنظمات الصحية تنصحنا نستهلكها بشكل يومي. نعم. طبعا الأفوكادو أيضا عالية في الألياف والكربوهيدرات. الأفوكادو نحن نقدر نحسبه كسيف ذو حدين. ليش؟ لأن نفس ما قلت شو غني في السعرات الحرارية، فهو مفيد جدا للناس اللي يحاولونهم يزيدون وزنهم. كل 100 جرام من الأفوكادو في 160 سعرة حرارية وفي 14 جرام من الدهون. فنحن إذا مثلا كسناك حق الناس اللي يعانون من اللي يحاولون يزيدون يعانون من النحافة، يقدرون يدخلون الأفوكادو كسناك مثلا في الميلك شيك، يسوون لهم حليب
يحطون فيه أفوكادو ويحطون موز وعسل، يكون وايد 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 طعمه حلو، في نفس الوقت غني جدا بالسعرات الحرارية، يعني باستمروا عليه إن يضيفونه غير عن أكلهم اللي يأكلونه بس يضيفون هذا، يعني أكيد بيشوفون فرق جدا واضح في الوزن. بنفس الوقت الناس اللي حابينهم ينزلون وزنهم يعانون من السمنة بعد ممكن يستفيدون من الأفوكادو، لكن طريقة ثانية. إذا طبعا استهلكوا كوب كمية كبيرة هني وزنهم بيزيد، فهم لازم يحسبون الحصص اللي يتناولونها من الأفوكادو بشكل دقيق. يعني إذا دخلوا مثلا في وجباتهم أو في نظامهم الغذائي هذا الشيء بيحسسهم بالشبع، لأن الأفوكادو دسم سجيل، فنحن إذا ضفناه في أي وجبة طبعا بيزيد السعرات الحرارية فيه، بس في المقابل بيحسسنا بشبع الفترة أطول، فبالتالي الوزن هني بينزل. ممتاز. ومعلومة ثانية عن الأفوكادو، نفس ما قلت لك هي غني بالدهون الغير مشبعة والأحادية كحمض الفوليك. كل 100 جرام من الأفوكادو في تقريبا 9.8 جرام من الدهون الأحادية الغير مشبعة و110 ملي جرام من الأوميجا 3. وغير احتوائه على الدهون فهو يحتوي على المواد الكيميائية اللي هو الفايتوكيميكالز، وهاي دورها تحارب أكسدة الخلايا، فبالتالي تحافظ على صحة البشرة، صحة الجسم وصحة الخلايا في الجسم، وتقينا طبعا من بعد الشر عنا أمراض السرطان. وبعد يحتوي الأفوكادو على مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي. احنا الحين نشوف ما شاء الله الناس وايد قامت تسوي ماسكات وكريمات كلها فيها أفوكادو للبشرة، فهاي بعض من فوائد الأفوكادو، غير أنها تحتوي بعد على الدهون اللي تغذي البشرة، ويعني بالأخص البشرات الجافة تغذيها وتساعدها على ترطيبها وتعطيها نضارة. فيها بعد فيتامين سي اللي هو مهم أيضا لحماية الخلايا، ويعتبر يعني عنصر أساسي في بناء الكولاجين في الجلد. ممتاز. الأفوكادو ما شاء الله فيه فوائد وايد، يعني لو أنا بجلس اليوم أعدلكم الفوائد كلها ما بخلص، والدراسات بعد مستمرة لاكتشاف فوائدها على القلب، على الوزن، على العيون، في دراسات أثبتت أنها مفيدة للعيون، وايد أشياء. وفي بعد شيء ضروري أني أنا أذكره لكم، أن تناول فهذا ما شاء الله على قولة مخرج أيمن يقولي دكتور هالكثر في فوائد شفتي في الأفوكادو وانتي ما تاكلين؟ لا إن شاء الله لازم اليوم أجرب أن أذوق الأفوكادو، ما شاء الله كل هالفوائد اللي فيه. يعطيك العافية أستاذة حصة أحمد اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك اليوم بخصوص فوائد الصحية للأفوكادو. شكرا لك، نهارك سعيد. ما شاء الله يعني الأفوكادو ما شاء الله، وفعلا هي الحين موضه الحين طلع لنا يستخدمونه بالماسكات، ماسكات شعر وماسكات وي، لانه وايد فيه دهون وايد فيه مواد غذائيه وعناصر مفيده. وحق الشعر هي ايمن ما يطلع الشعر للاسف، أفوكادو ما يطلع الشعر، بس يقول يغذي الفروه. زين يعني يبالي واحد يجرب، اهم شيء نبتدي اكله، اهم شيء شوي احان نجربه، لانه فعلا فاكهه مفيده هي. رح نطلع إن شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل رح نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. افتتح معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أمس الدورة 19 من معرض ومؤتمر المختبرات الطبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسمونه ميد لاب 2020، الذي يستمر 4 أيام بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض. يشارك في هذا الحدث الذي أقيم تحت شعار تطور علم التشخيص المستقبلي، يشارك فيه 25,800 من المختصين في مجال المختبرات الطبية، أكثر من 600 شركة عارضة من 135 دولة حول العالم. وضمن مشاركتها في المعرض، معرض ميدلاب 2020، أطلقت هيئة الصحة بدبي أول حافلة للتبرع بالدم الفريدة من نوعها، ويتعمل بالطاقة الشمسية. يسعدنا بالحديث عن هذه الحافلة الجديدة أن يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم. صباح الخير دكتورة مي. صباح الخير والنور دكتورة.
أهلا فيك. أول شيء نتكلم، شو هي هذه الحافلة الفريدة من نوعها للدم؟ طبعا شكرا دكتورة ندى انه دائما تتابعون انجازات مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة. شاركنا في معرض ميدلاب بتواجد حافلة للتبرع بالدم، وطبعا اطلقنا حملة للتبرع بالدم. هذه الحافلة تعمل بالطاقة الشمسية، حيث عادة حافلات التبرع بالدم تحتاج في بداية العمل إلى طاقة كهربائية. الوضع الموجود حاليا في الأسواق إنه تعمل بجنريتر، مولد كهربائي يعمل باستخدام الديزل لتوفير الكهرباء، لأن يعني أثناء حملة التبرع بالدم في أجهزة طبية يجب أن تعمل، في ثلاجات، وطبعا بالإضافة إلى التبريد والأضوية داخل الباص. من خلال تواجد هذه الحافلات في كثير من المشاكل اللي تتعرض لها الحافلات، بالإضافة طبعا أشياء تخص سلامة وصحة البيئة. فأطلقت هيئة الصحة قبل أشهر مبادرة لتبديل الطاقة الكهربائية عن طريق المولدات والديزل باستخدام الطاقة الشمسية، اللي ممكن أن توفر لنا الكهرباء اللي نحتاج إلى أثناء أداء الحافلة لحملة التبرع بالدم. والحمد لله دشنا هذا الباص في الميدلاب البارحة، وكانت الحافلة تعمل بالطاقة الشمسية، وطبعا هذا يوفر كثير من الإيجابيات. مثلا الصوت، لا يوجد صوت اللي كان موجود من قبل المولدات الكهربائية صحيح سابقا، صوت صحيح يكون عالي، بالإضافة إلى ارتجاج يكون في الباص عادة، لكن العمل بالطاقة الشمسية كان جدا هادئ، لا يوجد أي صوت للموجود يعني ضوضاء، وهذا طبعا أريح للمتبرعين بالدم، جميل. بالإضافة إلى العاملين اللي يعملون في الحافلة لمدة 6 إلى 7 ساعات. وطبعا كانت الأضوية والتبريد والأجهزة الطبية كلها تعمل بصورة صحيحة، فالحمد لله هذا يعتبر إنجاز مبتكر، كونها أول حافلة للتبرع بالدم تعمل بالطاقة الشمسية داخل الدولة وفي المنطقة، وكذلك أنه ندعم استراتيجية هيئة الصحة في الابتكار، بالإضافة إلى دعم سلامة وصحة البيئة. ممتاز. طبعا بإطلاق الحافلة، بنسميها ماذا، نسميها حافلة ذكية أو حافلة صديقة للبيئة، التعامل بالطاقة الشمسية، نحن نعم ننقذ شيئين، اللي تبرع بالدم ينقذ حياة إنسان، وأنتم بهالحافلة تنقذون البيئة، لأن طبعا وجود الأجهزة في عوادم وفي استهلاك، بس هذه نخدم إحنا البيئة باستخدام الطاقة النظيفة أو الطاقة الشمسية. نعم نعم أكيد طبعا. إحنا من خلال هذه الحفلة جدا سعيدين إنه الحافلة خلينا نقول خضراء وتدعم سلامة وصحة البيئة، بالإضافة طبعا إلى هي مصدر للدم اللي يحتاجوه للمرضى المحتاجين. فالحمد لله، وإن شاء الله تمتد هذه المبادرة لكل الحافلات اللي تمتلكها هيئة الصحة الخاصة بالتبرع بالدم بإذن الله. ممتاز. دكتورة مين، يعني نعطي نبذة للناس عن أهمية حافلات التبرع بالدم، ونعطيهم رسالة بعد، بما أنا أعرف أنه بالعادة قريب رمضان يكون عندكم دائما حاجة زيادة للدم، لأن في رمضان يقل عدد المتبرعين أحيانا، فنقول لهم عن حفلات التبرع بالدم، ممكن مثلا كيف واحد يحجز الحافلة، وشو أهميتها في زيادة مخزون بنك الدم. طبعا دكتورة ندى، احنا دائما نقول انه 20% فقط من الدم يتم سحبه في مركز دبي للتبرع بالدم، 80% من وحدات الدم اللي يتم توفيرها إلى مستشفيات هيئة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص تأتي من خلال تبرع المتبرعين في حافلات التبرع بالدم. حاليا ممتاز. يوجد حافلتين في المركز، وإن شاء الله في نهاية شهر 6 هذا العام بإذن الله راح نستلم الحافلة رقم 3، والحافلات توصل إلى المتبرعين في أماكن عملهم، وهذه طبعا توفر الجهد والوقت للمتبرعين. في كثير ناس يحبون يتبرعون بالدم بس ما يلقون وقت مثلا انه يجون للمركز يتبرعون، بينما حفلة التبرع بالدم يتم تنظيمها مع الجهات اللي تستقبل الحافلة،
وتروح إلى مكان عملهم أو مكان تواجدهم، يمكن في مكانات عامة تتواجد الحافلة، فإذا يكون الشخص موظف يمكن وقت البريك عنده ممكن يروح يتبرع بالدم، أو إذا يكونون موظفين فدائما الجهات اللي تنظم الحملات هي جهات اللي تسمح للموظفين أن يروحون يتبرعون ويشاركون بهذا العمل الإنساني. من خلال الحافلات احنا نصل إلى مختلف شرائح المجتمع ونصل إلى جميع الجهات اللي ممكن تساهم في إنقاذ حياة المرضى، الجامعات، الشركات الخاصة، الوزارات، المدارس. المركز نظم خلال عام 2019 أكثر من 800 حملة للتبرع بالدم، وهذا طبعا عدد كبير لأن احنا يوميا عندنا أقل ما يمكن هو حملتين للتبرع بالدم، وفي كثير من المرات نعمل 3 حملات، قسم منها تكون عن طريق وجود الحافلات الباصات المتنقية، وممكن أنه المركز ينظم حملة خارج المركز تكون في مكانات مثل قاعات تكون ملائمة للتبرع بالدم، فمن خلال الأسرة المتحركة والأجهزة مالتنا ننظم بالقاعات هذه، بعد طبعا أن نقوم بالزيارة ونتأكد أنه المكان صالح لأنه ننظم حملة وننظم هذه الحملات حتى نقدر نوفر الدم للمرضى المحتاجين. واليوم حضرتك ذكرتي أنه في رمضان، أنا أحب أقول أنه إحنا طول السنة وفي كل يوم إحنا بحاجة إلى ما لا يقل يوميا عن 180 متبرع بالدم حتى نقدر نغطي حاجة المستشفيات. دائما نقول المستشفيات الحكومية والمستشفيات القطاع الخاص في تطور مستمر، خصوصا القطاع الخاص في توسع مستمر. حاليا عندنا 38 مستشفى خاص عندهم عقود مع مركز دبي للتبرع بالدم، طبعا هيئة الصحة في دبي، لأخذ الدم. فهناك تزايد بسبب طبعا السياحة العلاجية وتطور الخدمات الصحية والتخصصات، فإحنا بحاجة يوميا يعني ننادي الأشخاص اللي يمكن يتبرعون بالدم واللي شروط التبرع بالدم تتوافر فيهم أنه يتقدمون أما إلى المركز اللي هو مفتوح من الساعة 7:30 صباحا إلى 7 مساء اللي واقع في داخل حرم مستشفى لطيفة، أو أنه يتصلون بمركز الاتصال لمعرفة وين مكان تواجد حافلة التبرع بالدم يتبرعون بالدم ويساهمون في إنقاذ حياة المرضى. ممتاز ممتاز. الدكتورة مي، نمر على السريع بالإحصائيات اللي عندكم تبرع بالدم وأهم الفئات المستفيدة عشان نشجع الناس أيضا هم يتبرعون. نعم، طبعا إحنا ذكرنا سابقا حتى في نشرة هيئة الصحة في دبي أنه حسب إحصائياتنا هناك 150 جنسية تتبرع بالدم في هيئة الصحة في دبي، وعدد المقبلين للتبرع بالدم حسب إحصائيات عام 2019 كان 67,838 متبرع. طبعا الأشخاص اللي يجون للتبرع بالدم ممكن أنه لا يستوفون شروط التبرع بالدم لأسباب تخص صحتهم أو ملائمة الدم للمريض متلقي الدم، فاستطعنا أن نسحب 53,150 وحدة دم من المتبرعين بالدم، وبهذا يكون مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة يسحب 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة. ممتاز. ومثل ما ذكرنا أنه طبعا عدد حملات التبرع بالدم اليومية بالضبط في 2019 قمنا بتنظيم 830 حملة للتبرع بالدم، كل أصناف الدم مطلوبة، كل يوم إحنا بحاجة إلى مختلف أصناف الدم، بس طبعا أكثر صنف اللي ممكن أنه ينقل إلى جميع الأصناف يستقبل المريض هو الأو موجب أو السالب، لكن إحنا نتوجه إلى جميع المتبرعين بمختلف الأصناف الدم أنه إحنا محتاجين تبرعكم بالدم وبصورة مستمرة. وأحب أن أقول دكتورة ندى أنه إحنا أطلقنا في عام 2019 خدمة الرسائل النصية، احنا بدينا نذكر المتبرعين بالموعد القادم للتبرع بالدم حتى نشجعهم يعاودون على التبرع بالدم، ونحب نذكرهم لان كثير منهم يقولون ننسى فذكرونا.
ممتاز. فأطلقنا الحمد لله في سبتمبر 2019 خدمة الرسائل النصية اللي تذكر. أول شيء طبعا أول ما يتبرع بالدم بعد ساعات توصل رسالة شكر وتقدير لأنه ساهم في إنقاذ حياة عن طريق رسالة نصية. ومن يصير الموعد القادم للتبرع بالدم نبعث رسالة نصية، النظام الإلكتروني يبعث لتذكيرهم بالموعد القادم للتبرع بالدم. وطبعا هذا حرصا من عندنا على أنه نبقى متواصلين مع متبرعينا. وتكرار التبرع بالدم بعد دائما نقول دكتورة ندى بفائدة للمتبرع بالدم. صحيح. إذا تبرع الشخص بصورة مستمرة ومنتظمة فأثبتت كل الدراسات أنه هذا يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية، بالإضافة لأن التبرع بالدم المنتظم ينشط مخاع العظم ويزيد من الخلايا الجديدة اللي موجودة بالدم ويقلل من نسبة الحديد الزائد بالدم. فهو بالإضافة إلى كون عمل إنساني نبيل بس بفوائد تنعاد على المتبرع بالدم، فوائد صحية. ممتاز ممتاز. شكرا لك دكتورة مي رؤوف، مدير إدارة مركز دبي للتبرع بالدم، مداخلتك اليوم بخصوص الحافلة الخضراء اللي أطلقت هيئة الصحة للتبرع بالدم وخدمات مركز دبي للتبرع بالدم بشكل عام. شكرا لك، نهارك سعيد. ألف أهلا وسهلا. شكرا. على السريع قبل ما نطلع على الفاصل، أنا أحب أشدد على الرسالة اللي وجهتها دكتورة مي. أنا تبرعت بالدم يمكن 3 أو 4 مرات. التبرع ما في أسهل منه يا جماعة، والتبرع آمن 100%. إحنا عندنا احتياطات كثيرة يسوونها عشان يضمنون أن الدم يكون سليم، والتبرع بالدم مثل ما قال دكتورة مي هي رسالة إنسانية، واجب إنساني لا بديل الدم البشري. أنصح كل شخص ما تبرع بالدم قبل أنه ينزل تطبيق هيئة الصحة بدبي. نزلوا تطبيق، من تفتحونه بتلاقون واحد من التطبيقات اللي داخلها تطبيق اسمه دمي. افتحوه، طبعا تكون مسجلين يوزر نيم باسورد حال حال اي تطبيق ثاني. في مجموعه من الاسئله الموجوده تجاوبون عليها نعم او لا. بعد ما تخلصون يحدد هل تقدرون يعني يطلع لكم باركود او الكود هذا الاسود، تروحون لمركز دبي للتبرع بالدم مع بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول. لازم بطاقة الهوية الإماراتية، تراوهم هالكود يسوون الأسكان مع بطاقة الهوية، والله خلال أقل من 5 دقائق تكون مخلص مسجل تتريا دورك عشان تتبرع بالدم. عملية التبرع بالدم روحها وايد بسيطة، يمكن تاخذ تقريبا 20 دقيقة لكل متبرع. بعد التبرع بالدم ما شاء الله الموظفين جدا ودودين، يعطونك سناك خفيف، يخلونك تقعد، يتأكدون ان انت بخير، يقيسون ضغطك لو عندك دوخة لو عندك اي شيء، وتشرب عصير وتاخذ شيء خفيف وتتوكل على الله. بالعادة بعد التبرع بالدم في وايد من الناس اللي تخاف تقول لا يمكن نتعب يمكن شيء، يعتمد من جسم الى الثاني. ممكن يجيك بعض الالام في الجسم ثاني يوم بعد التبرع، ممكن يكون عندك الم في مكان التبرع نفسه، بس يوم واحد وبعد هذا والله تسوي صحتك افضل، تحس عمرك نشيط اكثر. فهذه رساله اللي كنا نعم ايمن ما شاء الله يقول لك خسيت ابره ما يعبر. لا والله انا مكان ابره دائما يعبرني. فتبرع بالدم يا جماعه، خصوصا لما يجي رمضان، ترى لان احنا المسلمين يكون صيام فيكون صعب علينا التبرع بالدم. خلوا تبرع بالدم عاده عندكم، وعلموا عيالكم انه لازم التبرع بالدم. اشرحوا لهم شو يعني التبرع بالدم، انا ليش اتبرع بالدم، انا انقذ حياه منو بالتبرع بالدم. هذه رساله مهمه، لازم عيالنا يكون عندهم علم بهالاشياء اللي احنا نسويها في المجتمع، ان كيف يخدمون المجتمع. ما افكر كأنا كفرد، انا افكر انا كمجتمع، نحن كمجتمع كيف نخدم بعض. تبرع بالدم ابسط طريقه لخدمه المجتمع. رح نطلع ان شاء الله الحين فاصل، وبعد الفاصل نواصل. صحه وسعاده. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل 6005514414 والرسائل النصية على 4006. نواصل العمل الحديث عن حافلة الدم التابعة لهيئة الصحة بدبي التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي تعمل وفق أفضل معايير الاستدامة. لكن قبل الفاصل كنا نتكلم عن ما هي الحافلة وكيف تخدم التبرع بالدم. الحين رح نتكلم عن الحافلة نفسها من منظور الاستدامة. عشان شي صرنا يكون معانا عن طريق الهاتف الأستاذ صفوان عبيد السويدي، رئيس قسم إدارة الاستدامة في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذ صفوان.
صباح الشوال الدكتورة، وحياك الله وجزاك الله خير على الاستضافة الطيبة أختي. الله حياك يحييك. الله. أول شيء خلينا نوضح للناس مفهوم، ما هو مفهوم الاستدامة وما هو قسم إدارة الاستدامة في صاحب البيع؟ أول شيء نقول شو يعني الاستدامة؟ الاستدامة طبعا هو من مفهوم لغويا نحن نقول نرجع لها، اللي هو استدام الشيء أو استمر فيه، الاستمرارية الأمور بشكل عام بشكل ميسر. الاستدامة اليوم في هيئة الصحة استحداث جديد على هيكل تنظيم هيئة الصحة في دبي تحت إدارة سلامة صحة البيئة المؤسسية، من مهامه أن تقوم بدراسة المشاريع والمبادرات اللي هي تعنى بالاستدامة على التنمية المستدامة 17 هدف العالمي، وتطبيقها على شكل مؤسسي إن شاء الله، والأمور اللي تطلع بها ابتكارات ومشاريع بالتعاون مع الإدارات المعنية على مستوى هيئة دبي اليوم. ممتاز. نتكلم شوي عن الاختصاصات اللي معنى بها قسم الاستدامة. التخصصات اللي معنى بها اللي هي المشاريع والمبادرات اللي تعنى على أساس وصف المهام الموكلة بها قسم الاستدامة بالإدارة، اللي هي الجوانب فيها ثلاثة، اللي هي الجوانب البيئية والجوانب المجتمعية والجوانب الاقتصادية. الجوانب المجتمعية اللي تعنى بخدمة المجتمع بشكل عام، والمشاريع اللي تقوم بها الهيئة واللي تخدم واللي تقع في ضمن الأمور اللي تتعلق بمبادرات المشاريع للمجتمع نفسه، وكذلك المبادرات البيئية اللي تتعلق بأمور اللي هي مثلا اللي هي مواضيع التوفير والأشياء اللي تتعلق بالبيئة، والأمور المبادرات المشاريع اللي تسويها الهيئة مع الجهات الثانية، سواء خلنا نقول الجهات المحلية أو الجهات الاتحادية والوزارية. خلينا نقول المحور الثالث هو الجانب الاقتصادي، كذلك الامور اللي تتعلق بالامور الترشيد وابتكار مشاريع جديده تعمل على خفض النفقات وترشيد في الامور اللي تكون في المشاريع بشكل عام. يعني ممتاز. بما نتكلم عن الاستدامه، تعطينا تكلمنا شوي عن حافله الدم الجديده التي اطلقتها هيئه الصحه وكيف تخدم الاستدامه. نعم، هذا كان مبدأ جديد كنا شغالين عليه كفريق في إدارة سلام الصحة البيئة المؤسسية بشكل عام، فريق متكامل. كانت هناك في مشكلة كانت طرحت على خلينا نقول على الطاولة بين الإدارات المعنية، فإدارة الاستدامة تبنت حلول معنية مبتكرة خلينا نقول بمؤشرات عدة، منها أول شيء رفع سعادة خلينا نقول الموظفين، والجانب الثاني اللي يتعلق بتوفير بيئة صحية وسليمة للموظفين، وكذلك طاقة متجددة وطاقة نظيفة مستخدمة في هذه الحافلة، واللي هي الأولى من نوعها إن شاء الله. نحن شغالين على الموضوع أن تكون إن شاء الله عالميا، اللي هي حافلة النقل بالدم بالطاقة الشمسية. الأجهزة الداخلية للحافلة نفسها كاملة تعمل على الطاقة الشمسية، الألواح اللي موجودة على سقف الحافلة، وكذلك هناك نظام اتبعناه بنظام ثاني اللي هو الشحن الكهربائي في حال عدم توفر اللي هو الشمس مباشرة على الحافلة على سقف الحافلة، ممكن أن الحافلة توقف ويتم شحن الحافلة بالكهرباء مباشرة، وتكون الحافلة المحرك الرئيسي في الحافلة يكون مطفأ، فهذا طبعا يؤدي إلى عدم وجود انبعاثات وعدم وجود اللي هو اللي CO2 في الجو، وطبعا احنا هذا ساهمنا في الجانب البيئي. كذلك ريحنا الموظفين اللي كانوا عاملين، موظفين هيئة الصحة اللي عاملين في الحافلة نفسهم، من بعض الأصوات العادية اللي كانت موجودة في الحافلة يوم في تشغيل مولد الحافلة العادي كان. وثالث شيء عندنا كان جانب الصحة والسلامة للموظفين كذلك والمراجعين، اللي هو موضوع تعبئة الحافلة في محطات الوقود، لأن في أوقات الحافلة تطلع على محطات الوقود كان هناك اشتراطات معينة سلامة لازم تكون موجودة لتعبئة المولد نفسه في المحطة الوقود نفسها، فهذا طبعا نحن تلافينا جميع هذه الأمور، وطبعا بالإضافة إلى خفض تكلفة التعبئة نفسها.
فهذا يعني ساهم في ترشيد النفقات وسعادة المتعاملين الداخليين والخارجيين، وكذلك الحفاظ على البيئة من الانبعاثات أو الغازات الدفيئة اللي تطلع من الحافلة في تشغيلها المستمر، اللي هو تقريبا في وقت طلوع الحافلة اللي هي من 6 إلى 8 ساعات في الحملات اللي يطلعون فيها. ممتاز. أستاذ صفوان، هل هناك خدمات أخرى سوف يعني يتم تطبيعها بطابع الاستدامة أو راح تأخذ طابع الاستدامة؟ هذا أكيد إن شاء الله دكتورة، وهذا نحن نطمح له إن شاء الله. هناك في مشاريع إن شاء الله في 2020 إن شاء الله بتشوف النور، ونحن إن شاء الله على أمل، وكلنا أمل إن شاء الله من دعم القيادة، من دعم المعالي حميد القطامي، وكذلك دعم قياداتنا سعادة أحمد النعيمي، كذلك أخونا مدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي المشترك، أن إن شاء الله تكون مساندتهم لمشاريع الابتكارية في الاستدامة وطرحها على مستوى هيئة الصحة، وإن شاء الله نحن طبعا نطمع أكثر أن نكون عالميين كذلك في طرح مبادرات مبتكرة أو تكون ترمز للجانب الصحي فيها وبشكل عام وشكل كلي وشمولي إن شاء الله. ممتاز ممتاز، شكرا لك أستاذ صفوان عبيد السويدي، رئيس قسم إدارة الاستدامة بهيئة الصحة بدبي، ونتمنى لكم إن شاء الله مزيد من النجاح، وإن شاء الله نشوف معظم الهيئة تمشي على نمط الاستدامة إن شاء الله. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا شكرا دكتور. شكرا، نهارك سعيد. سلام. طبعا مفهوم الاستدامة يمكن الناس لما تسمعه تحسه مفهوم جدا كبير، وكل حد يقول والله هذا مو بشغلي أنا، شغل الحكومة، شغل المؤسسات، شغل الشركات. لكن مفهوم الاستدامة معني بكل فرد في المجتمع. نرد نقول احنا لسنا مجرد أفراد، نحن مجتمع متكامل، فما يصير أنا أفكر أنا كفرد أنا شو أقدر أسوي. دائما لازم أنا كفرد في أي موضوع، كموضوع الصحة، موضوع الاستدامة، موضوع البيئة، أيا كان، لازم أفكر، مو أفكر أنا شو يخصني، لا، أفكر أنا كفرد كيف أقدر أساهم. هذا هو دورنا في كل المجالات كفرد في المجتمع. مجتمع ممكن يكون بيت، مجتمع ممكن يكون عمل، المجتمع ككل، المجتمع الكبير احنا عايشين فيه. أفكر أنا كيف أقدر أساهم، أنا شو المطلوب مني عشان أقدر أساهم. ومثل ما قلت، الاستدامة تبتدئ من الفرد الواحد في البيت الواحد. بعطيكم مثال بسيط الاستدامة. أنا الحين في بيتي دعما لمفهوم الاستدامة والمحافظة على البيئة وتقليل البلاستيك، وقفت أشتري في البيت غرش الماء الصغيرة، وقفنا نحط الجهاز الكبير مع الماء، العلبة الكبيرة هاي، وأكواب ورقية. هو في استهلاك طبعا كثير الأكواب الورقية، لكن الورق ممكن يعاد تدويره، لكن البلاستيك لا يمكن يعاد تدويره، فقللنا. ما تخيل كمية البلاستيك اللي قلت في البيت، تخيل من الأكواب الصغيرة البلاستيك هذه والغرش الصغيرة البلاستيك، كمية الاستهلاك في البيت، وتخيلوا على بس قلنا بيت على مستوى العوائل الأكبر أو المؤسسات، هذا يساعد جدا في تقليل البلاستيك. زائد أنا عن نفسي أحاول قدر الإمكان يكون عندي هالغرش اللي تحافظ على برودة الماء، هاي تتسكر، وأترسها كل يوم، وحتى في الدوام أترسها من الثلاجات الموجودة أيضا، وساهم في التقليل من البلاستيك. ممكن حد يقول أنا شخص واعي، يعني نادى أنت كم تستهلكين بلاستيك؟ في فعلا أنت الإيش؟ أيمن صحي سوى حل آخر، شو سويت في بيته؟ أوكي، ايوه الزجاجات هذه مالت الماي، هذه الدببه اللي اخبركم عنها نترسها ماي تحافظ على البروده. ترى انتم يمكن احنا ترى ما نلاحظ كميه استهلاك البلاستيك يوميا، بس انت جرب ان انت تترس هالدبب بالماي وقارن، سو بس يعني اختبار مده اسبوع، لا تستخدم الدبه هاي واستخدم اكواب الماي، بشرط تجمعهم كلهم، بتشوف كميه البلاستيكات تطلع من شخص واحد، استهلاك شخص واحد. استخدام هذه الغرش أو هذه الزجاجات اللي تحافظ على البرودة وايد يقلل من استهلاك البلاستيك، وبالتالي نسفل في استدامة البيئة. رح نروح الحين لرسالة اليوم. مثل ما تعودتوا يوميا نطرح عليكم رسالة عن فيروس الكورونا. رسالة اليوم تقول: ما هي طرق انتقال الفيروس وكيف يمكنني حماية نفسي؟ طبعا المصدر الرئيسي والموثوق لأي معلومة بخصوص الكورونا أو أي موضوع آخر وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي. الله يخليكم، لا تحطون تنشرون إشاعات ما لها دليل، ما لها أساس. ادخلوا على المواقع الرسمية، حسابات وسائل التواصل لهذه المؤسسات، لهيئة الصحة بدبي،
ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بتشوفوا المعلومة المؤكدة هناك. هل معلومة تأخذونها تنشرونها؟ جزاكم الله خير تسهمون في نشر العلم، لكن معلومات مركبة ومغلوطة هذه ما نبغى ننشرها. فالوزارة شو توصي؟ طبعا نتفادى الاقتراب من الأشخاص اللي تطرأ عليهم عرض تنفسي كالسعال والعطس، نتجنب الحيوانات وأسواق الحيوانات والمنتجات اللي تأتي من الحيوانات مثل اللحوم غير المطهية، غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام مطهر الأيادي إذا لم يتوفر الصابون والماء. بشكل عام يا جماعة نقول لكم الأمور طيبة، لا تحاتون. معظم الحالات اللي حوالينا ترى عبارة عن إنفلونزا عادية، ترى إحنا موسم إنفلونزا العادية، زكام العادي، ما نبغى الناس يصيبها هلع من زكام العادي. طبعا لأن الحين هذه الكورونا منتشر، فإحنا ننصح اللي عنده زكام يقعد في البيت، يرتاح في البيت ليه ما تخف عنه الأعراض. هل هو عنده كورونا؟ لا، ما عنده كورونا إذا ما عنده تاريخ مرضي للسفر أو ما اختلط بالناس، يكون عنده زكام عادي، لأن إنفلونزا العادية هذا موسم إنفلونزا. لكن عشان ما يعادي الناس رقم واحد، رقم اثنين لأن الناس أوردي الحين يعني عندها شوية خوف من الموضوع، فالأفضل ترتاحون في البيت لما تخف عنكم الأعراض، عشان ما تعادوا الناس وتما قلنا، وعشان الناس ما تفهم إنها احتمال هذا كورونا يمكن أو شيء ثاني. وأهم شيء أريد أقول يا جماعة خذوا المعلومات من مصدرها الصحيح، من خلوا الإشاعة توقف عندكم، أنا هاي رسالتي كل يوم أقولها، وخلوا الإشاعات توقف عندكم، استقي المعلومات من مصدرها الأساسي. ليش يا جماعة؟ لأن ما في أسهل من أنا أنشر معلومات مغلوطة، أرقام مغلوطة، معلومات مغلوطة، هذا يثير الذعر في الناس وما يكون لا أساس، يكون وضع وايد أبسط عن شيء. هذا الذعر شو يسبب؟ ممكن يسبب إن الناس تغيب عن دواماتها، تغيب عيالها على المدارس، ممكن يسبب إن الناس تبدأ تخزن أكل نفس ما يسوي في بعض البلاد. إحنا ما نبغى هذا يسوي، نبغى الناس توكل على الله، تأخذ المعلومة مصادرها الصحيحة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومن هيئة الصحة بتبين المعلومات والأرقام. وما شاء الله أنا أتكلم عن حساب هيئة الصحة بتبين، كل شوية حط لكم بوست في أبديت عن الوقاية والأعراض وشو هو وشرح الكامل، المعلومة الصحيحة. فنستقي المعلومة من مصدرها الرئيسي. والله إن شاء الله يسلمنا ويسلمكم جميعا. دائما من فترة فترة طلعت مجموعة من الأمراض، نسأل دائما الله، دائما أول شيء عليكم بالدعاء، ادعوا لنفسكم ولعيالكم ولأحبابكم أن الله يقينا شر الأمراض، سواء كان كورونا سواء كان أي نوع من أنواع الأمراض، نقي نفسنا وعيالنا بالدعاء والرقية الشرعية والالتزام بنصائح الطبيب، وإن شاء نتمنى للجميع الصحة والسلامة. احنا وصلنا الى نهاية برنامجنا، برنامج صحة وسعادة لليوم. شكرا لك ايمن سرحيت، شكرا لك نجاة السويدي كنت معي في التنسيق، ومحادثتكم دكتورة ندى الملا، ان شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى الساعة الاذاعية هذه. ورد اقول اذكركم بمبادرة طبيب لكل مواطن، عندك استشارة حاجة ما يحتاج تروح العيادة، اتصل بطبيب لكل مواطن، نزل تطبيق هيئة الصحة بدبي، اتصل على 800-342، احجز موعد، لما يجي موعدك ادخل تطبيق، لا تتريى الدكتور يتصل فيك، انت ادخل تطبيق وخذ الاستشارة، تبى دواء، تبى تحليل، شرح دواء، استشارة، حتى الكحة والزكام العادي ممكن تاخذ الشرح عن طريق الطبيب لكل مواطن، ما عدا الحالات الطارئة لازم على طول تروح العيادة او المستشفى. زائد نظام مواعيد في قطاع الرعاية الصحية الأولية في العيادات، أنصحكم دائما خذوا موعد وروحوا عشان يقل زمن الانتظار، وإذا صار تأخير نتمنى منكم يكون عندكم سعة صدر إن الشخص قدامكم يمكن تعبان أكثر، يمكن حرمة كبيرة في السن، يمكن أم عياله، يمكن حالته مرضية، يمكن الدكتور بيقول له خبر عن تحليل يبالها وقت زيادة، فكلنا نوسع صدرنا ونهدي بالنا، والتفهم هذا جدا 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 مهم، وأنا أكد لكم أن دائما نحن نحرص على خدمتكم على الوقت قدر الإمكان. فختاما نقول لكم إن شاء الله ألقاكم أنا في الأسبوع القادم، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.